السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في لقاء جديد. طبعا ما أريد أطول عليكم ولا أريد أحكي لكم تنمية بشرية وأطولها عليكم. بشكل مختصر، ما هو سبب الخوف من التحدث باللغة الإنجليزية؟ شنو السر اللي يخلي الطالب أو المتعلم يخاف من يتحدث اللغة الإنجليزية؟ طبعا باختصار شديد أنا أقول لكم إياه حسب ما شفتها من أغلب الطلاب، ومن أنا يعني كنت أعاني من هاي المشكلة. السبب الرئيسي هو شغلتين بس. السبب الاول ان الواحد ما عنده محتوى، يعني انت ما عندك محتوى تقدمه. يعني انا ما اقدر احكي بالانجليزي لان انا ما عندي شيء اقدمه، ما اعرف احكي، ما اعرف شلون احكي يعني اصلا. فانت لما ما تقدر تحكي ويا صديقك او ويا استاذك اللي بالجامعه او بالصف، لما الاستاذ يقول لك تعال شارك او قدام اخ يعني بمكان او كذا، السبب انه انت ما عندك محتوى. يعني الطالب اللي شخص اللي ما عنده محتوى، يعني ما يعرف يبدي الكلام شلون، شنو الجمل اللي يقولها بالبداية، طبعا هذا راح يرتبك وراح يسبب عنده خوف. فسبب الرئيسي يا أخوانا الأعزاء هو مو أنه أنت ضعيف بالإنجليزي وبس. يعني أكو ناس هي حتى باللغة العربية ما يقدر يحكي أصلا، أكو ناس عنده مشكلة حتى باللغة العربية ما يقدر يتكلم أمام الناس وأمام الجمهور وكذا، وعنده لباقة بالكلام. فالسبب الرئيسي الأول أنا برأيي الشخصي أشوفه هو عدم وجود محتوى. يعني أنت ما عندك محتوى تقدمه، فالأفضل أنه أنت يعني أنه تحضر فد شيء، يعني تحضر لك فد جملة فد جمل فد لق. فمن تحضر شيء، يعني خلينا نقول مثلا محاضرة تكتبها أنت، ويعني تكتب النص مالتها وتحفظها وتدرب عليه أكثر من مرة، هنا راح يقل عندك الخوف، راح يقل عندك يعني تكسر حاجز الخوف. زين عيني، تحفظ محاضرة لمدة 10 دقائق، 5 دقائق، أو حتى 5 دقائق، أشوف 3 دقائق كلش كافية، 3 دقائق، دقيقتين تحفظها وتبدي تحكي ويا صديقك أو أستاذك بالجامعة مثلا عندك ميانة ويا، يعني ما يفشلك. تحفظ مثلا محادثة ما بين شخصين أنت وصديقك وتبدي تمثل، هذا الشيء راح يقلل عندك يعني حاجز الخوف. السبب الثاني وهو نفسه تقريبا متشابه اللي هو الثقة. أخوان لازم يكون عندك ثقة بنفسك، يعني لازم عندك ثقة بالشيء اللي انت راح تحكيه. اذا ما عندك ثقة، وهو اصلا الثقة يجي منين؟ يجي من التحضير. اذا انت محضر لهذا الشيء ومرتبه ويعني كلامك يعني مرتب ومصفط، اكيد انت راح يكون عندك ثقة بهذا الشيء اللي راح تقدمه. فيا اخوان اهم جانب او اهم نقطة اللي هي التحضير لشيء معين وتبدي تشاركه قدام الطلاب. انت من تشوف نفسك انت محضر هذا الشيء وراح تشاركه وعندك ثقة به، انت خلاص من راح تروح تلقي هذا الشيء راح خلاص انت ما راح يظل عندك حاجز الخوف. اذا هاي وحدة. واقدر اوصيكم توصية اخرى ايضا مهمة يا اخوان، من تري تحكي لغة انجليزية حاول تمثل، يعني حاول ترفع ايدك، تستخدم جسمك من تري تحكي، يعني وكأنما انت تحكي عربي ترفع الصوت تنخفض الصوت، يعني انخفاض الصوت ارتفاع الصوت، هذه العوامل كلها راح تزرع عندك اللغة الانجليزية بداخلك، تخلي اللغة الانجليزية حال اللغة العربية، بحيث انت من تبول ترفع ايدك مثلا يعني تعبير الفرح كذا، هذه الامور، هذه الجوانب مهمة جدا راح تساعدك بشكل كبير حتى تطور من موضوع التحدث باللغة الانجليزية، وكذلك من موضوع التخلص من الخوف وكسر حاجز التحدث باللغة الانجليزي. اي سؤال او استفسار انا حاضر، اتمنى تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الرابط الى زملائكم والى اشخاص مهتمين بهذا المجال. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.